كابتن بلال، فوز غالي جدا جدا جدا، ولكن بالفوز دوت النادي الاهلي قدر يحافظ على صداره الجدول عن جداره واستحقاق. ولكن ليه يا كابتن؟ ليه ولكن؟ بص، الاهلي بيحل اي ماتش، بيحل اي ماتش، لان الفرقه اللي قدامك بتبقى عندها قول ليه ولكن، ده انا مديها لك ولكن عشان انت تكمل تلكن. اه بالظبط، انا مديها لك مخصوص. ماشي. فطبعا الاهلي اي ماتش بيلعبه النادي الاهلي مش ممتع بالنسبه لكل الفرق، يعني بتبقى عايز تظهر نفسك، عايز تبين امكانياتك، روحك بتبقى عاليه، بتلعب البطل، بتلعب افضل فرقه في الدوري المصري، فطبيعه الحال الماتش بيروح في الحته دي. النهارده المحله لو بيلعب بالشكل ده وبالاداء ده اعتقد ممكن ينافس الاهلي على البطوله، على بطوله الدوري العام اعتقد، يعني من وجهه نظري لو بتلعب بالشكل ده وبالطريقه دي وبالاسلوب ده وبالروح القتاليه العاليه دي. بص، هو من حقه، احنا مش بنقول هو، انا بقول انه وحش. لا طبعا، هو انا بقول انه وحش، انا بقول لو بيلعب بالطريقه دي كل ماتش تمام الاستمراريه هيروح في حته ثانيه خالص. هي بتبقى بطوله مش مباراه طبعا يا كابتن. طبعا هي بالنسبه له نوك اوت يعني تمام. هو بيلعب النادي الاهلي في مباراه، يعني مباراه بطوله بالنسبه له زي ما قال الكابتن علاء من شويه، هي ماتش بطوله بالنسبه له. السبيريت بتاعت لعيبه النادي الاهلي الكل الكباتن اتكلموا عليها، وان ازاي انت بيبقى عندك الرغبه والروح والامل والاصرار لو حتى باقي ثواني معدوده في الماتش. الجول جه في الدقيقه 93 وتقريبا ونص تقريبا، يعني بصح معلومه سيد عشان المعلومه دي كانت غلط شويه. تزج على هدف المحل، هدف المحل 93 وشويه. أي. انت عندك الرغبه والاصرار انك تجيب جول. انت قطعت الكره على 18 بتاعت غزل المحل. مظبوط. اي فرقه تانية ممكن تبقى داون خلاص طبعا، تمام، يعني خلنا في 95 اي فرقه تانية هتستنى الكره تتشتت فخلاص المباراه تنتهي والحكم يصفر، لكن الروح القتاليه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي والاصرار على الثلاث نقط دي حاجه، يعني مش هقول تحسب لعيبه النادي الاهلي، ولكن دي حاجه تربت عليها لعيبه النادي الاهلي، تربوا عليها. وزي ما قالوا الكباتن، ماتشات كتيره جدا كانت بتحسم في الدقيقه 95، الدقيقه 96، الدقيقه 97، الدقيقه 98، انت بتلعب لاخر ثانيه او مش لاخر ثانيه، بتلعب لحد ما الحكم يصفر ويقول الماتش انتهى. النهارده درس لكل الفرق اعتقد من النادي الاهلي، ان المباراه في الملعب لحد ما الحكم يصفر درس. ما تامنش على نفسك طالما انت بتلعب النادي الاهلي غير لما الحكم يصفر. انت ما تامنش على نفسك خالص وانت بتلعب الاهلي حتى بعد الحكم يصفر. كويس كده فوت.